صفحات من التاريخ، البطولة والفداء أكيد رح نستذكرها مع الباحث التاريخي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير للشهيد السوري. أكيد يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يعني اليوم نحن بحضرة يوم من الأيام المقدسة بسوريا، عيد الشهداء، ومثل ما قلنا هالسبع سنين يمكن هذا اليوم صار يوم متجدد، في كتير دماء قدمات كرمة لحرية الوطن. نستذكر شوي من الماضي إلى الآن. بحضرة الشهداء يعني قد ما قلنا نحن أنا بخجل بحضرة الشهداء دائما، لأنه قدموا دم، قدموا روحهم. بس هي الشهادة بسوريا عبر التاريخ من أكثر من 10,000 سنة هي ثقافة، ثقافة بس لها هدف، مو ثقافة هيك بس للموت للموت، لأنه هي صرخة، صرخة للحياة وصرخة للنصر دائما. الصفحة تبع 6 أيار غطيتوها هلأ بتقريركم، بس بتاريخ سوريا في صفحات كتير للشهادة وفي أمثلة كتير. أنا بحب وقت قلت صرخة بحب استذكر اللي ناس صرخوا دمهم. يوسف العظمي صرخ من خلال دمه، طالع عرفان حاله حيستشهد هو المجموعة معه أكيد، بس هي صرخة للنصر لأنه متابعة الرسالة تبعه. دائما الشهيد بيقدم دمه صرخة لمتابعة الشهادة. يوسف العظمي كان مثال كتير كتير حلو. وبالتاريخ الحديث أنا بحب أذكر دائما أستاذي خالد الأسعد. خالد الأسعد صح له فرص كتير أنه يخرج من تدمر، اللي استشهد بتدمر على يد الإرهابيين المتخلفين الرعاع، قالوا له طلع، أولاده قالوا له طلع، أهله قالوا له طلع، ونحن كنا نقول له طلع، هو ما بده يطلع، لا هو عرفان حاله حيستشهد وبده يقدم دمه صرخة للعالم كله لاهتمام بتدمر، لأنه هي تدمر هي تراث عالمي. وفعلا بعد استشهاده كانت صرخة لتحرير تدمر، وكانت صرخة لاهتمام عالمي. كتير هلأ بعثات عم تجي بدها تقول أنه بدي رمم تدمر كرمال صرخة دم الشهيد خالد الأسعد. ما بنسى أبدا الصفحات اللي هي بالسبع سنين هدول، صفحات يعني مجيدة جدا جدا. من كم يوم كنت عم شوف تقريركم بالإخبارية عن ملامح النصر اللي عم تصير بجنوب دمشق، طلعوا زملاء شهيد قدموا النصر للشهيد. هي دليل انه شهادته كانت رسالة وحافز لزملائه انه يقدموا هالنصر، هذا هدية، ودغري قالوا انه هلا هدية، وصاروا يذكرون بالاسماء اسم اسم. في صفحة كتير حلوة لشهداء الإعلام. أنا قابلت الشهيدة العظيمة وكانت جميلة، جميلة بشهادتها وجميلة بشكلها، يارا عباس يعني زميلتكم هي الرائعة، وكتير أنتوا قدمتوا الإخبارية وكل الإعلام الوطني والإعلام المقاوم قدم. الصفحات ما بتنتهى، في صفحات كتير. وإذا بنرجع لعمق التاريخ، بتحبوا لأرجع لورا كمان بعمق التاريخ، دائما كانت الشهادة حتى من هالمكان هذا ب 1187 طلع صلاح الدين جهز جيش الشام لانتصار معركة حطين وتحرير القدس، وطلعوا من هون عاهدوا على الشهادة. نعم. يعني هي صفحات ما تعد. هي سوريا كانت دائما تتعرض لاعتداءات، احنا ذكرت سابقا 110 اعتداءات، وكانت الهزيمة دائما مرافقة للأعداء، والنصر أبدا نهائيا. أنا من أول أحداث هي السبع سنين قلت لهم سوريا مرتبطة بالنصر، قدر النصر، قدر النصر بسبب رئيسي، لأنه في شهيد واضح جدا عم يقدم هالرسالة، عم يقدم هالصرخة لحد نحن نتابع. بقال كتير كتير يعني بحيي روح الشهيد تحية كتير كبيرة، وبرد بقول أنا بشعر بالخجل قدام، أنا من حي قدم شهداء حي بابتو، ما قدم شهداء كتير، قدم شهداء بجوبر وبحلب وكل وقت أمره. بشوف لوحات هلأ وأنا طالع، أنتوا طلبتوني لأطلع هون النعوات، وهلأ هلأ كان اليوم كان في شيء شهيد جاي على الحارة، عم أقرأ النعوات كذا، يعني بشعر بخجل إنه نحن ما قدمنا شيء وهن قدموا كل شيء.
يعني استاذ عبد الرزاق مثل ما تفضلت وحكيت صفحات مشرقه ومشرفه من تاريخ سوريا على مدى عقود ومدى سنوات كثير طويله. اليوم ايضا عم نستكمل هي المسيره وعم نعيش ايضا نصر من نوع اخر، نصر يمكن هز العالم بسبب هي المؤامره الكثير كبيره اللي كانت محاكاه بشده على سوريا. اليوم اذا بدنا نحكي نحن عن السر بسوريا، سر النصر يلي انت عم تحكي فيه، انه انت فعلا وكثير من الاشخاص المؤمنين بهي التاريخ وبهي الارض كانوا مؤمنين ومراهنين ايضا على النصر، شو سبب هذا الايمان برايك؟ بدي اقول الشهيد. نعم. الشهيد دائما الشهيد عم يستشهد برساله. نحن اصحاب رساله. بسوريا في رساله حضاريه، نحن اول برلمان. نحن اول مدرسه. نحن اول ابجديه. نعم. الحضاره خلقت هون. نحن رساله. ودائما نحن اجيالنا واجيال القادمه منعاهد جدودنا اللي قدموا لهالحضاره شيء وقدموا دم، دائما قدموا دم. يعني كانت دمشق وحلب عده مرات تدمرت على يد اعداء. نعم. دم الشهيد هو حفز جدودنا اعاده اعمارها واعاده اعمارها بسرعه. وبرد بذكر نحن كل اعتداء كان يرافقه نصر ويرافقه اعاده اعمار وتطور مو طبيعي. نعم. حتى هالمدينة هي شهدت بعد 1400 المغول وقت ساووا مذبحة بدمشق وبحلب وقطعوا روس أهل دمشق، رجعوا أهل دمشق عمروا دمشق ودمروا شيء 80% من دمشق وقتها. نعم. وقتلوا رجالات كتير من دمشق وساووا من روسهم برج، رجعوا هزموا أهل دمشق وأهل سوريا، هجموا هو المغول. برج الروس المتواجد وعمروا بيس بدمشق. هون أنتوا حواليكم هلأ بعتقد في ظاهر مدارس، هاي المدارس عمروها بعد الاعتداء المغول بعد 1400، عمروا بدمشق واحدة 500 مدرسة وحولوا الجامع الأموي لجامعة، وصاروا اللي اعتدوا الفرنجة واللي غيرهم اللي كانوا عم يعتدوا صاروا يدرسوا بالجامعات تبعتها. فقال سر النصر هو سر الشهادة، ثقافتنا وحضارتنا. نحن الشهادة ومنقدمها على ثقة. وبيعرف الشهيد انه دمه ما حيروح هدر. نعم. وانا عم شوفها هلا بالمتابعه عم شوفها. وانا كان لي شرف رافق الجيش العربي السوري بدايه الحرب، عده مرات رافقته وشفت بعيني انا شوف كيف عم يستشهد العسكري السوري، واللي عم يستشهد لا له طالب لا مال ولا له طالب منصب. يعني شوفي هالسمو هذا. نعم. بس هو اعلى المناصب. تمام. يعني احنا بنعيش 70 سنه بجوز ما نساوي شيء بحياتنا. هو شاب صغير بيكون عمره 20-25 سنه، قدم دمه طلع للمجد قفزة سريعة جدا لأعلى مرتبة المجد، مرتبة الشهادة يلي هي كانت دائما حافز للنصر ولإعادة الأعمار. نعم. يعني مثل ما حكيت أستاذ عبد الرزاق، دائما قيم الشهادة بتمد الشعوب بكتير من خلينا نقول الحافز لحتى يحافظوا أكثر على بلدهم ويقدموا أكثر كرمال أرواح الشهداء يلي رحلوا. خلينا نحكي عن قيمة الشهادة بهذا اليوم بالذات. هذا كل الكلام اللي قلته هو قيمة عليا للشهادة. هذا الدم وقود دم، يعني يلي بتخيلوا أنا شفت دم شهيد، شفته بعيني دم شهيد، وشفته لحظة الشهادة وشفت عيونه عم يطلع فينا، عم يطلع فينا أنه أنتوا انتبهوا، هالرسالة هي لا تضيعوها، رسالة دم الشهيد. وفعلا يعني الجيش العربي السوري وكل اللي قاتلوا معنا ضد هالحرب القذرة كانوا على عهد، حافظوا على هالرسالة. أنا بالضبط يعني وهلأ أنا قاعد معكم يعني عم استذكر لحظات شفت فيها شهيد بعيوني، لحظة شهادته. والشهيد على فكرة غالبا الشهيد ما عم يسكر عيونه. تتذكروا الشهيد اللي قال لهم لداعش والله لنمحيكم؟ محيناهم. يعني قيمة القيم، وما بعرف انه الحديث عن الشهادة قد ما قلته صعب. انا منفعل جدا لاني ذكرتوني بلحظات عشت فيها مع شهداء وجيراني انا شهداء، وانا بحس دائما بحس خجلان اني انا يمكن بسن اذا طلبت الشهادة يا ريت اقدر اوصل لهالمرتبة هي. الرحمة لكل ارواح الشهداء. لكل ارواح الشهداء. ويعني وانا سعيد انه هلا بهاللحظة هي شايف تمام النصر قريب، وان شاء الله بنلتقى هلا كل سنة وانتم سالمين رمضان جاي،
رمضان دائما كان عبر التاريخ يشهد انتصارات، أغلب انتصارات سوريا كانت برمضان، وإن شاء الله هلأ تمام النصر لدمشق وتنظيفها مع بداية رمضان إن شاء الله يا رب. بقول له للشهيد عهد، مو تحية بس، عهد، عهد ووعد أني حنتابع، نحن معك، دمك ما راح هدر، في آلاف الشهداء استمروا وحيستمروا وحيضل القدم، بقال هذا العهد حافظينه لشهداء الإعلام، شهداء الإخبارية، شهداء الجيش العربي السوري، ليوسف العظمة، لكل العظماء، لخالد الأسعد أستاذي. أنا لي شرف إنه خالد الأسعد كان أستاذي وبعرف شو القيمة اللي قدمها، قطعوا راسه وعلقوه فوق من رجليه بوحشية، رجلي بوحشية، هالوحشية هاي هو كان عم متوقع، بس هي كل هالوحشية هاي زادت الصرخة وزادت قوة الصرخة اللي خلت تحرير تدمر مباشرة بعد استشهاده، وكل العالم هلا متجه لحتى إعادة آثار وأعمار تدمر. نعم. فإذا انتهى وقتي بقول عهد ووعد للشهيد. أستاذ عبد الرزاق، مثل ما تفضلت وحكيت، سوريا تاريخ عابق بالحضارة والعطاء والتضحيات، هذا الشيء أكيد مو جديد على هذا الشعب الأبي. بدنا أكيد نقول الرحمة دائما لجميع الشهداء السوريين من مدنيين وعسكريين، الرحمة أيضا لشهداء الإعلام السوري، وتحية أيضا لجميع القنوات اللي ما زالت أيضا يد بيد مع أبطال الجيش العربي السوري. وطبعا أستاذ عبد الرزاق، لما بدنا نحكي عن المدن الصامدة العصية على الإرهاب، ما فينا ننسى وفضل حلب، هي المدينة الصامدة، مدينة الثقافة والحضارة والفن بجميع أشكاله. كل المدن تماما. بدنا نروح مع بعض لتقرير موجه من أهالينا بحلب بمناسبة هذا اليوم، هي الذكرى السادس من أيار، منتابع مع بعض. تحية لحلب ولشهداء حلب كمان. أكيد. واحد بقلب حلب ومن شوارعها وساحاتها يلي كانت شاهدة على أروع حكاية الصمود، تواجدت كاميرتنا بين أهالي المدينة، وبذكرى السادس من أيار كان لروح الشهيد وذكراه وقع خاص بقلوبهم. بمناسبة عيد الشهداء طبعا نشكر جميع الجنود المقاتلين إلى الآن واللي عم يضحوا بأنفسهم لأجل هذا الوطن يعود مثل ما كان وإن شاء الله أحسن. طبعا كل شهيد فقد بعيلته عز ما يملك، من كان ابن ولا أب ولا أم ولا كذا، هذا شيء لازم أكيد ما ننسى شيء من اللي قدموا طبعا لأجل أولادنا نحن وأجل أن نضل مستمرين بهالحياة. الله يرحم شهداء الوطن ويشفي الجرحى ويرجع لأحضان الوطن ويصبر قلب أم كل شهيد. الله يرحم شهدائنا، قلوما شهدائنا ودمنا الطاهر، بلدنا مي بخير، بس الحمد لله رب العالمين بلدنا رجعت بخير وعزيمة وبقوة الجيش العربي السوري، وأنا بحيي الجيش العربي السوري، والله يرحم شهدائنا، وأنا أب لشهيد الله يرحمه ويجعله إياها بالعليين. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة إن شاء الله. نحن كلنا مشروع شهادة، نحن كل مواطن فينا، الكبير والصغير، الطفل الذي أرضعته تلك الأم الحرة الأبية، لا يمكن إلا أن يكون مشروع شهيد، لأن الشهادة أولا والنصر ثانيا. حماك الله يا سوريا وحما حلب وحما شعبنا. الله يرحم الشهداء اللي راحوا واللي ضحوا بأرواحهم من أجل هالبلد هاد، اللي البلد هاي لولا دم الشهداء اللي راح ما كنا وصلنا لهون. شهدائنا الله يرحمهم ويجعل مأواهم جنان النعيم يا رب، والله ينصر الجيش وينصر هالبلد. الله يرحمهم يا أولاد، يرحمنا ويرحمهم وأولادنا الشهداء، يا رب تعوضهم الجنة، يا رب ترحمنا وترحمهم، يا رب يا رب يا كريم. لولا دماء الشهداء لما انتصرنا على هؤلاء الأوقاد، لما انتصرنا على هؤلاء اللي يجون من كل مكان بعيد وهم أشرار. حي من كل قلبنا وفدونا وفدوا وطننا، والله يختم لهم بالإيمان إن شاء الله. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بين البشر، واللي ضحي بدمه ما في شيء ينتمنه، مهما كرمنا يكون تكريمنا بسيط تجاه أغلى ما عنده ضحى فيه، ولولا دماء الشهداء ما وصلنا اللي وصلنا له. كلمات حملت بمعانيها الإخلاص والوفاء لأرواح من وهبوا بتضحياتهم الحياة إلنا لنستمر بالرسالة يلي بدأها أبطالنا ويبقى الوطن بعيوننا.
أستاذ عبد الرزاق، مثل ما تابعنا تحية من أهلنا بحلب لأرواح الشهداء، أيضا اليوم قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك تحية بتحب توجهها؟ تحية لشهداء حلب ولأهل حلب ولكل سوريا، تحية ووعد وعهد وأمانة حنحملها، نقول له للشهيد نحن الأمانة، مو بس تحية، ما بيكفي التحية، أمانتك حنحملها وحنكمل فيها، جيلي وجيلكم والأجيال القادمة، وسوريا باقية منتصرة. وأنا بكرر جملة بحب كررها لأنه معانيها عم تتوسع، الموت عم يركع لقاسيون. أكيد ما في أجمل من هي الجملة، هي العبارة يا أستاذ عبد الرزاق اللي نحن رح نختم فيها مع حضرتك. مثل ما قلت نوجه تحية لجميع المحافظات السورية يلي ما بخلوا أبدا بدماء شبابهم. أكيد نتشكر وجودك معنا لليوم، كل الشكر لك. شكرا أستاذ عبد الرزاق. شكرا لك أستاذ.